والله انا يعني قريت السي في بتاعه رائع وكويس جدا ومبشر بالخير الحمد لله ان شاء الله. واحنا عندنا الاهلي بيرفع من قيمه المدرب، فريقنا هنا الحمد لله بيرفع من قيمه المدرب، لان احنا اسطوره، الاهلي ده اسطوره. طبعا احنا متفائلين بمارسيل كولر ومن خلال السي في بتاعته انه كان بيدرب منتخب النمسا وعمل معاهم نتائج طيبه في البريمير ليج الاوروبي، وخلال شخصيته وهو معاه خامات كويسه من اللعيبه يقدر يشكلها ويقدر يجيب نتائج، يعمل نتائج كويسه مع الاهلي. والله احنا يعني شايفين ان شاء الله بشره خير من خلال الفيدباك بتاعت الارقام بتاعت المدرب والفيديوهات اللي احنا اتفرجنا عليها. احنا بصراحه كجمهور اهلاوي او النادي الاهلي بيعتمد على ارقام، ما بنعتمدش على اعتبارات. يعني نامل من الله انه يكون يعني المدرب عند حسن الجميع. يعني احنا نادي لا نعرف الا لغه الفوز ولا نعرف الا لغه البطولات، فان شاء الله يكون هذا المدرب قادر على اكمال المسيره اللي احنا ماشيين فيها، يعني من بطولات من دوري من كله. يعني لا طبعا، هو مجلس اداره النادي الاهلي ما بيختارش مدير فني الا بعد دراسه شديده جدا، واحنا كل جماهير الاهلي بتثق في اختيارات كابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي. انا شايف ان مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود الخطيب واعضاء المجلس اختاروا الاختيار الاصلح، وان شاء الله الفتره القادمه هنشوف نتائج كويسه. والراجل ده السي في بتاعه قوي جدا، منتخب النمسا وعنده نجاحات كويسه جدا جدا جدا، فانا بتمنى له كل توفيق وان شاء الله جماهير النادي الاهلي تسعد بيه. والله انا شايف ان هي خطوه كانت مهمه جدا جدا، واتصور ان هو مدرب محترم لان السي في بتاعته بتقول كده. احنا يعني انا قريت عنه كتير، هو الراجل مثلا من الحاجات المهمه قوي، هو اولا درب بازل في سويسرا ودرب مثلا منتخب النمسا ودرب في المانيا، هو كسمعه برضو واضح ان هو راجل محترم قوي، واعتقد انه هيفيد النادي الاهلي. بس احنا مطلوب مننا ان احنا ننتظر عليه شويه ونديله الفرصه انه يشتغل، وهو جاي في وقت مناسب جدا جدا جدا. ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيوفقه، وان شاء الله الاهلي يرجع تاني للخطوات بتاعته.